سنه. ودي ليها خواص. ايه الفرق بينهم؟ ديت بتبقى المرحله المبكره، المراهقه المبكره، ان هو الطفل بيبدا بس صوته يالا، صوته يتخن شويه، يتمرد على ماما، يثبت لماما ان انا بقيت راجل، لا ما تدفعيش انت يا ماما في المواصلات، لا يا ماما انا اللي هكلم عمو مش عارفه مين، انا اللي ده بتبقى حاجه كويسه، حاجه ايجابيه، حاجه ايجابيه. بس لو ماما خدت لا انت ازاي صوتك يالا، لا ازاي انت هتعمل نفسك كبير عليا، لا ما تبقاش متقبله فكره ان انا ابني كبر ولازم ان انا اصاحبه، ان انا اعامله كانه شخص كبير، اديله حريته. فبيبدا بقى يحصل التصادم بين الوالدين، فبيبدا هو يبقى منعزل ومستقل، هم ما بيسمعوش كلامي، هو بابا اللي مش بيحبني، هي ماما اللي مش بتسمع كلامي، هي ماما مش بتحبني، وهم نفس الشعور، هم هو ليه ابني بكده، هو ما كانش كده، هو بيميل الى اصحابه اكتر من البيت، هو بيحب يقعد مع اصحابه اكتر من البيت. فبتبدا بقى التصادم في كده، فبيحصل الفجوه اللي بتحصل بين ايه الوالدين والاطفال. طيب دي المرحله المبكره. ساميه تعمل ايه مع حفيدها؟ يعني ازاي تخليه بقى يبطل الموضوع ده؟ هو في ثالثه اعدادي، هو ثالثه اعدادي ده يعني كبر شويه، هي مرحله خطر جدا. وبعدين شهاده محتاجه ان هو يلتفت الى دروسه كويس جدا عشان يحدد مستقبله، هي محتاجه ان هي يعني تهدي الريتم معاه.